مرحبا، أنا مؤيد النفيعي، تلفاز 11. سينما عقيل صراحة هي سينما مستقلة، تعرض الأفلام اللي يمكن ما تلقاها في دور السينمات الثانيات. خلينا نقول ناس تهتم بالفن، حبينا إنه نجرب هذه التجربة، إنه نعرض سواء أفلامنا القصيرة أو حلقاتنا من البرامج اللي عندنا في تلفاز لجمهور مختلف، خلينا نقول تماما عن جمهورنا العادة من كل مكان في العالم. يعني كان في ناس من اليابان، ناس من السويد وكذا، جوناثان، فجمهور غير متعود أبدا إنه يشوف أشياء أنا ولا قد شافها، فكان حلو. أنا كنت يعني بشوف كيف ردة فعلهم. سينما عقيل هي منصة للأفلام، تحاول تعرض أفلام مختلفة عن الأفلام اللي تعودنا نشوفها في السينمات. أيضا الاختيار المتنوع كان أعتقد تمثيل جيد، كان بوكيه حلو لقدرات تلفاز. فبالعكس أعتقد هي مجرد نقطة أعتقد في بحر، وأعتقد هي بداية مهمة، لكن أعتقد إنتاج تلفاز لابد أنه يوصل لجمهور غير عربي ليعرف مدى تنوع المشهد السعودي الثقافي. بداية كنت خايف والله، اللي لاحظته ممكن نقول أكدت عليه إنه الكوميديا لغة عالمية، أي أحد ممكن يفهمها، فالناس استوعبوا، انبسطوا. في ناس طبعا ما فهمت أشياء بشكل ثاني، عشان في شوية من في اختلافات في الثقافات، بس هذا هو اللي احنا في النهاية نبغى نسويه، نبغى نصدر ثقافتنا. احنا كانت الفكرة إن يعني احنا صارت لنا فترة تقريبا يمكن 6 شهور نبغى نتعاون نسوي يعني برنامج خاص نعرف الأودينس هني، إنه أودينس كبير أوريدي، يعني وايد متحمس بوجودكم. نعرف الجمهور، خاصة جمهور الفن وعالم الفن اللي احنا جزء منه هني في دبي، بعملكم والفيديوز والارتست اللي عندكم، الفنانين والمخرجين. بس كانت تجربة مرة حلوة صراحة، استفدنا وان شاء الله نكون فدنا برضو طبعا. وبس خلاص، يلا سلام، قفل الكاميرا بالله، سك الكاميرا، مع السلامة.